أخواتي المؤمنين، أخواتي المؤمنات، سلام الله عليكم. أقابلكم هذه الحلقة لنستكمل ما كنا بدأناه في الحلقة السابقة، ونبدأ مع أول فقرة هي أو باراجراف بعنوان بولس ونهاية العالم. هناك عنصر يظل غالبا منسيا، كان بولس مقتنعا أن نهاية العالم قريبة جدا، بل قال لهم أن المسيح على الأبواب، أي أن المسيح إذا جاء فإن نهاية العالم سوف تكون في هذه اللحظة. ورد في رسالته إلى أهل تسالونيكي أو تسالونيكي الأولى، هم يونانيون أيضا، في الإصحاح الرابع الأعداد من 13 إلى 17، وقال لهم أيضا أنه يجب أن نستعد لهذا الأمر، وأن المسيح سوف يأتي، وعلينا أن نحقق على الأرض بقدر الاستطاعة طفرات إيمانية حتى حينما يجيء الثاني، المجيء الثاني للمسيح نستقبله فيه. أما بالنسبة أيضا هناك باراجراف آخر تكلمنا فيه عن تجاوزات العشاء الإلهي، وهو نموذج لمن يعيشون معا من المتدينين، يحيون ذكرى العشاء الإلهي أو الإفخارستيا، كانوا يأتون بالأكل أو الطعام ويجلسون معا يأكلون، كل يأتي بأطباقه من بيته. وهنا نشأ الاختلاف على الخلافات الطبقية في نوعيات الطعام ومستوى الأطباق التي كانت تأتي من فقراء على متوسط الحال إلى أغنياء إلى هكذا إلى أثرياء. وهذه الإفخارستيا كانت تقام تحت لأنكم تحت شعار لأنكم جميعا واحد في المسيح يسوع. ورد في رسالة غلاطية 3 الإصحاح الثالث العدد 28، إذ أن أعضاء في الجماعات ظلت خارجيا عبيدا أو أحرارا أو أغنياء أو فقراء تقترب أكثر من واقع كورنثيوس، حيث لم تكن المعيشة مثالية بلا مشاكل. كان هناك صراعات شديدة بين المؤمنين، وذلك كان يتطلب هذا الأمر تدخل بولس الرعوي لكي يضع الأمور في نصابها، كما ورد في رسالة كورنثيوس الأولى العدد 11 أو الإصحاح 11 الأعداد من 17 إلى 34، كان يصلح بينهم وكان يرسل لهم رسائل رعوية لإصلاح ذات البين، وهي أمر يقال أنه أيضا مرتبط بما دون في هذه الرسائل، بينما هي ليست وحيا. تفجرت الأزمة أثناء العشاء الإلهي المقدس، كان مسيحي كورنثيوس منقسمين إلى جماعات صغيرة متفرقة، لكل جماعة خصائصها اللاهوتية، كان بعضها كاريزماتيا أكثر من البعض الآخر، وكان العشاء يحتفل به في ختام وجبة جماعية. كان يجب أن على كل حال أن الأمر كانوا يأكلون في جماعات صغيرة، ثم حدث ما كان لابد له أن يحدث بما أن كل واحد يحمل معه طعامه، فكانت هناك فوارق في نوع الأطعمة وكميتها كل حسب قدراته. ونجيل الحتمية حينما يحين وقت مائدة الرب، فالواحد يجوع والآخر ليسكر، أي أن هناك من يأكل وهناك من يستطيع أن يسكر فقط، يعني أنه لا يستطيع أن يتناول من الطعام نتيجة أنه ربما الطعام الذي يشتهيه قد أكله غيره، أو أنه كان بكمية غير كافية، أو مطبوخ بطريقة لا تناسب استحبابه لهذا الطعام، فالواحد يجوع والآخر ليسكر. ورد ذلك في رسالة كورنثيوس الأولى الإصحاح 11 العدد 22، كان من الذين يجوعون هم العبيد، كانوا يجوعون، فكيف تصرف بولس؟ وصل نقده لعمق المسألة، إن هذا الاحتقار لا يمس فقط الفقراء بل كنيسة الله، وأوصى الجميع بأن لا يجعلوا أحدا ممن هم مقيمين معهم من الأخوة المؤمنين سواء كانوا أحرارا أو عبيدا،
أن يجعلوا أحدا يجوع بينهم. ورد ذلك في رسالة كورنثوس الأولى الإصحاح 11 العدد 22. بولس ويسوع، هذا عنوان باراجراف. هناك سؤال يبرز في هذا الصدد، من أسس المسيحية، يسوع أم بولس؟ والإجابة عن هذا السؤال لابد أن تعرف أولا ما هي المسيحية. هل المقصود اعتبارها نظاما أو تفكيرا منظما أي أيديولوجية؟ وإذا كان كذلك فقد تنسب لبولس أكثر من يسوع بهذا الشكل. ليس هذا كلامي ولكن هو كلام المفكر اللاهوتي الكبير مارجيورا، قال في المرجع صفحة 89 أن المسيحية تنسب لبولس أكثر من المسيح، أي أن هذه المسيحية بهذا الشكل السائد الآن هي ليست مسيحية يسوع المسيح، أو ليست مسيحية المسيح عيسى ابن مريم، وإنما هي مسيحية بولس. يكتشف من يقرأ الأناجيل أن يسوع لم يطمح إلى إقامة نظام، إنه بكلماته وتعليمه وفكره وكما يعلم الرسام المبتكر يعبر عن أحاسيسه وانطباعاته عن طريق الألوان، ألوان واضحة بالأمثال، ألوان حية بعبارات مفاجئة من أراد أن يخلص حياته فيفقدها، وألوان غامقة عندما يعلن عن الدينونة الأخيرة. هكذا كان المسيح يرسم الأناجيل كما يرسمها الرسام، يقول في آيات أشياء مشرقة وفي آيات أخرى يقول، أو في أعداد أخرى يقول أشياء غير مشرقة، حينما يخيف الناس بالآخرة أو بالدينونة الأخيرة ويعلن عنها ويقول الناس احذروا هذا المصير وافعلوا الخير من أجل أن تتبرروا أمام الرب، وهكذا. هكذا كانت أناجيل المسيح، ولكنه لم ينشئ داخلها نظام. اتفق يسوع تماما مع الديانة اليهودية التي لم يكن لديها قوانين تعليم أو عقائد، بل استندت على الكتب المقدسة وعلى عدد هائل من أقوال المعلمين مثل التلمود. وفي نفس الوقت لم تكن لدينا مطيط توما الإكويني، والمعلم توما الإكويني هذا جاء في القرن الثالث عشر الميلادي، وهم يسمون مثل ما نقول في المفهوم الإسلامي هم الفقهاء الذين صنعوا على الفكر الأساسي للدين أنظمة فكرية متكاملة لكي يعرف الناس من خلالها كيف يصيغون معيشتهم حسب هذا الفقه. يقتضي لقب مؤسس المسيحية أكثر من مجرد ضربة البداية، بل يفترض نشاطا طويلا لتأسيس ديانة جديدة وصياغة تعليمها وأسسها وعبادتها وكهنتها. هذه العبارة أيضا وردت في كتاب مارجيورا، لم يكن لدى يسوع أي نية لتأسيس ديانة جديدة، أي ليس هناك ديانة اسمها المسيحية تنافس الديانة اليهودية، ولأنه ليس هناك ديانة يهودية تجاوزا أقول أنه ليس هناك مسيحية تنافس اليهودية، لأن كلاهما في الأساس هما التوحيد وهما الإسلام في صورته الأولى، صورته التوحيدية الإبراهيمية، وإن اختلفت التفاصيل واختلفت الشرائع. لذلك أنا أسميها شريعة موسى وشريعة عيسى، أو شريعة يسوع المسيح، أو عيسى ابن مريم، المسيح عيسى ابن مريم، وشريعة موسى أو الشريعة الموسوية، والشريعة اليسوعية أو العيسوية. لقد تركزت كل جهوده على إصلاح الإيمان، أي المسيح، على إصلاح الإيمان اليهودي، ولكن اليهود رفضوا ذلك، أي أنها كانت حركة إصلاحية في الديانة اليهودية وليست ديانة جديدة. لهذا توقف نشاطه بين أفراد شعبي بطريقة مفاجئة ومأساوية، أي انتهت، يقال عنها الصلب ويقال عنها الهروب أو الاختفاء المفاجئ، إما رفعا إلى السماء أو رفع ذكره عند الله واختفائه في بلاد أخرى عاش فيها حتى وصل إلى سن الكهولة، وبشر بكلمة الله وقال لهم انتظروا النبي آخر الزمان، واختفى إما في إيران أو في الهند أو حسب ما يقال، أو كما يرى الفكر المسيحي أنه صلب على الصليب وبالتالي انتهى نهاية معلومة، وضع جسده في القبر ثم اختفى من القبر ثم صعد إلى السماء ثم عاد مرة أخرى في عيد العنصرة،
ثم أعطى تلاميذه تعليماته الأخيرة قبل أن يختفي، بل وأكل معهم مرة أخرى بعد عودته من الصلب، ولم يكن بذلك العشاء الذي تعشوه معه يسمى العشاء الأخير، لأنه لم يكن الأخير، لأن لو رجعنا الأناجيل سنجد عشاء آخر أو غذاء آخر أو أكلا آخر أو إطعاما آخر تم بين المسيح وتلاميذه، لأنه حينما عاد أكل معهم مرة أخرى، ولكن ليس في عيد الفصح، ولكن في لقائه بهم بعد عودته من الصلب قبل أن يتركهم ويذهب إلى حيث الروايات يتركهم إلى السماء. يقول مارجيورا: إن لم يكن يسوع مؤسس الديانة المسيحية كحركة محددة أو منظمة، فمن يكون غير بولس؟ يتساءل ويقر في نفس الوقت. ولقد لعب بطرس دورا هاما قداما لتقليد يسوع كما تقر بذلك الأناجيل متى 16 صح 16 العدد 16 إلى 19، ويوحنا إصحاح 21 العدد من 15 إلى 19. وكان يعقوب أخو الرب يسوع الذي قلنا عنه أنه من إخوته من أمه مريم، أو ربما من مريم الأخرى خالته، ولكن سيأتي أو كنا عرجنا عليها من قبل وسنأتي لتكرارها مرة أخرى ونؤكدها، أنه من إخوته الأشقاء من أمه. أسقفا وأورشليم في أسقفا لأورشليم بعد بطرس، حتى وإن كان هذان التلميذان تشرفا بصحبة يسوع وشاركاه حياته، إلا أنهما لا يصلان إلى قامة بولس، أي بولس و بطرس ويعقوب كان ملازمان لبولس أو قابلاه أو صاحباه فترة، صاحب بولس، إلا أنهما لا يصلان إلى قامة بولس من حيث شخصياته الفذة وعمق تفكيره اللاهوتي وخصوبة إنتاجه الأدبي. يقول: خصوبة إنتاجه الأدبي أي الرسائل التي أرسلها والرسالات اللاهوتية التي كتبها، وهي هنا لا يتكلم عن وحي إطلاقا، إنما اعتبرت فيما بعد ذلك وحيا وأضيفت مع الكتاب المقدس بعد الأناجيل، وأصبحت أعمال رسائل بولس ورسائل الرسل بطرس ورسائل يوحنا اللاهوتي، وأيضا أعمال الرسل هي الدراسة التاريخية، وبالتالي الرسائل والأعمال أضيفة للأناجيل وأصبح العهد الجديد ما يزيد عن 27 رسالة، وأيضا بالإضافة لسفر الأعمال، وبالتالي قال عنه هنا أنه إنتاج أدبي وليس وحي سمائي مارجيورا. ويضيف أيضا ضمن مزايا بولس شخصيته الفذة، عمق تفكيره اللاهوتي، خصوبة إنتاجه الأدبي، جذرية خبرته الروحية. ويضيف: تسيطر شخصية بولس بلا منازع على المسيحية في الجيل الأول، ويرجع لبولس الفضل في تأسيس جماعات مسيحية غطت بثقلها الكبير حوالي نصف مساحة الإمبراطورية الرومانية، وأكثر من ذلك إدخال مفاهيم مثل الفداء، التبرير، الحرية، الضمير، وهي لا توجد في الأناجيل، ولكنه ثبتها ورسخها في قاموس الكنيسة. تمت صياغة العقائد المسيحية من هذه المفاهيم ابتداء من القرن الثالث الميلادي. يؤكد البعض أنه هو مؤسس المسيحية، ولكن ويخفى هذا الفضل الذي ينسب إذن لرسول الأمم ثمرة سامة، لأن هؤلاء أنفسهم يرون أن بولس أصاب رسالة يسوع الرائعة والبسيطة بالتعقيد وأطفى عليها ظلالا قاتمة، أي أنه صنع نسخة من المسيحية، نسخة معقدة فلسفية لها كثير من الإشكاليات التي يمكن الدخول من خلالها لهدم المذهب من أساسه. كما يرى بعض المفكرين اليهود أن بولس فصل الحركة المسيحية عن جذورها. أقول أيضا عن يعقوب أخو الرب يسوع، نعيد أيضا التذكير به: اختاروه التلاميذ ليحل محل التلميذ الثاني عشر يهوذا أو يهودا، الذي بحسب الأناجيل قد خان المسيح وسلمه لليهود والرومان مقابل 30 فضة، ثم شنق نفسه على شجرة ندما على ما فعل، هكذا نقول. وقصة شنقه
لها روايتان متناقضتان في صفحتين متتاليتان في من أعمال الرسل إلى رسالة بولس، أو ربما من إنجيل يوحنا إلى أعمال الرسل. سوف نرى قصة يهوذا، سأرويها لكم مرة ثانية، أنها رويت مرتين داخل الأناجيل في صفحتين متتاليتين بصورتين متناقضتين تماما، حينما أتى توصيف حقل الدم الذي مات فيه ما يسمى بيهوذا إسكاريوتي أو يهوذا سمعان إسكاريوتي أو يهوذا سمعان القريوتي أو يهوذا سمعان القريتي أو يهوذا سمعان القيرواني أو سمعان القيرواني الذي حمل صليب المسيح وصعد إلى تل الجمجمة أو تل الجلجثة وشنق مكانه، أو كان يهوذا الذي سلم نفسه مكان المسيح، أو يهوذا الذي يقال عنه في التراث المسيحي هو الذي خان سيده وباعه بثلاثين فضة. بينما هناك رؤية أخرى ترى ودراسات بحثية منها مما اشتركت فيه أنه كان من أخلص التلاميذ الذين فدوا المسيح بأجسادهم وكانوا شبها أو أكثر شبها به، فتم تسليمه ليصلب مكان المسيح. ولا أدري، قصة الصلب أيضا لها مشاكل كثيرة من ناحية القانون الروماني. قلنا من قبل أن جريمة المسيح هي التجديف في الدين وعقوبتها داخلية داخل المجمع، داخل عند الكهنة في المعبد. كان يجب أن يرجم كما رجم استفانوس أول شهيد في المسيحية، عقوبة الرجم. كانوا حاولوا يرجموه أكثر من مرة في الأناجيل، ولكن فشلت عملية الرجم لأنه كان يهرب من بينهم ويخرج من بينهم دون أن يروه. كان يسعى بسرعة شديدة جدا ويسعى في الهواء ويمتطي الجبال ويمتطي الماء، فلأن جسده مليء بالروح وكان مؤيدا بالروح القدس، لذا لم يكن سهلا أن يتعقبه أحد أو يتصيده أحد، ولا أعرف كيف اصطادوه ليضعوه على الصليب. في النهاية بين أن الصليب لم يكن عقوبة لمواطني فلسطين أو مواطنين رعايا الدولة الرومانية الذين لم يخطئوا في حق القانون الروماني، إنما ما أخطأه المسيح كان في حق الشريعة اليهودية، وكان عقابه يهوديا. من المفترض أن يكون يهوديا خالصا بالرجم وليس بالصلب. أيا كان، نحن نؤيد كل رواية تأتي من أي مجال ونثبتها لمن أطلقها، ثم نبحث وراء كل رواية لنعلم مدى صحتها، وهذا هو التحقيق التاريخي والتحقيق العلمي والتحقيق البحثي، وليس من وظيفتنا إنكار أو التكفير أو التعامل مع الأمور بالإغماض عنها أو بالإغراق فيها. هنا لا يمكن فصل السؤال حول مؤسس المسيحية عن السؤال الآخر حول مدى أمانة بولس ليسوع المسيح. يقول مارجيورا في كتابه الرجل الذي قاوم الله صفحة 91: إني أدافع عن النظرية التي تنفي عن بولس تأسيس المسيحية. أي أنه يثبت أن بولس هو مؤسس المسيحية، ولكنه أصبح كذلك، لقد أصبح مؤسسا من الفكر التي كونتها عنه المسيحية. إنه من الناحية التاريخية ليس مؤسس المسيحية. يتضح من استعراض كل أبطال الجيل المسيحي الأول ما بين أعوام 30 إلى 60 ميلادية أن بولس هو واحد من الأبطال الكثيرين. فهناك الطيار الهليني أي اليوناني الذي أسسه مسيحي أنطاكية، والذين أعدوا برنامجا تبشيريا الذي كما يشهد سفر أعمال الرسل قام بدورها في الثغرة التي فتحتها المسيحية خارج إسرائيل في أعمال الرسل إصحاح 11. كما كان هناك طيار آخر برعاية يوحنا الرسول، صار هذا الطيار في طريقي بدون أن تكون له علاقة أو اتصال مع عمل بولس التبشيري. ومن هذا الطيار نشأ الإنجيل والرسائل التي تحمل اسم يوحنا، هذا بدون التعرض للمسيحيين من أصل يهودي في أورشليم تحت قيادة يعقوب.
تمسك هذا التيار حتى القرن الثالث الميلادي بالإيمان بالمسيح يسوع والتمسك بالمحافظة على التوراة والطقوس اليهودية محافظة دقيقة. هذا التيار تيار يوحنا كان تيارا يهوديا بالأصل وحافظ على مسيحيته مع اليهودية، وهم من يقال عنهم اليهود المتنصرين، اليهود المتنصرين. بولس المبشر أو الكارز أو الكاروز تحت هذا العنوان يقول إن عمل بولس التبشيري ما هو لأحد رافض المسيحية الناشئة، نفسته وعرضته روافض أخرى وخاصة فيما يتعلق بالموقف من الشريعة، وأن تبشير الوثنيين بدأ قبل بولس وكانت هناك مفاهيم منتشرة قبله تبنتها المسيحية بعدهم وانتقل بعضها إليه ممن سبقوه، على سبيل المثال لقب الرب، التعليم عن الروح القدس، الفداء بالمسيح، اعتبار الصليب كذبيحة. هذه التعبيرات سبقت بولس، لم يكن بولس فقط هو منشئها ولكن كانت قبله، وأن ما يطلق عليه اللاهوتيون كلمة كيرجما أو كرازة أو وعظ هي صيغة إيمان مسيحي قديمة تركزت على موت يسوع الذي حمل الغفران لكل إنسان والقيامة بدلا من الناس، أنه قام بخطاياهم إلى السماء. لقد رفض تقليد المسيح الأهل أن تقي هذه الصيغة ببولس، ودليل ذلك هو النص الذي يذكره في نهاية رسالته الأولى إلى كورنثيوس، حيث يجذر بولس إيمان المرسل إليهم في تقليد الذين سبقوه حين قال: وأعرفكم أيها الأخوة بالإنجيل الذي بشرتكم به وقبلتموه وتقومون فيه وبه أيضا تخلصون، إن كنتم تذكرون أي كلام بشرتكم به إلا إذا كنتم قد آمنتم عبثا، فإنني سلمت إليكم في الأول ما قبلته أنا أيضا، أن المسيح مات من أجل خطايانا حسب الكتب، وأنه ظهر لصفا ثم للإثنى عشر، صفا أي بطرس الصخرة. من كورنثيوس إصحاح 15 بالعدد من 1 إلى 5، هنا يقول لهم، يكلم الأخوة الذين في كورنثيوس وقال لهم: هذا الإيمان اللي بشرتكم به هو الإنجيل، وهو أهم نقطة في هذا الكلام في ما قبلته أنا أيضا، أن المسيح مات من أجل خطايانا حسب الكتب. هذه كانت أول مرة يقال فيها أن المسيح مات من أجل خطايانا، بيد أن المسيح نفسه في الأناجيل لم يقل أنا أموت من أجل خطايا أحد، لم يطلب ذلك، بل قال لم يقل أنني سأذهب على الصليب لأموت غفرانا وتضحية للغير، إنما كان ذهب، كان يخشى هذا العقاب أو هذه النهاية، وكان يصلي إلى الرب ويقول: اللهم اجز عني هذه الكأس. أي وسمع له، سمع له أي استجاب الله لدعاءه. كلمة وسمع له لم يعطيها أحد حقها من الرعاية، سمع له من كلمات العثرة في الكتاب المقدس تعني أي استجاب الله له، أي حينما قال اللهم اجز عني هذه الكأس، أي الله اجز عنه هذه الكأس، أي الله لم يجعله يصلب من الأساس. هذا بنص الإنجيل، ولم يقل أنه حين ذهب الإنجيل أنه ذهب ليحمل خطايا أو أنه سوف يحمل الغفران، كل هذا مستحدث مشروح، مشروحات مختلفة بإضافات كثيرة، بل أحيانا باستحداثات كثيرة في نصوص بولس. وهذا أول نص كان في كورنثيوس يقول فيه حينما قال: ما قبلته أنا أيضا، أن المسيح مات من أجل خطايانا حسب الكتب، وأنه ظهر لصفا ثم للإثنى عشر أي للتلاميذ. لم يخفي بولس إطلاقا أن هناك من سبقوه في العمل في التبشير، وقال: ليست المسيحية قضية فرد بعينه، إنها حدث جماعي، خلق يتم في جماعة، أنه ليس عملا فرديا. نشأت المسيحية من نفحات الروح القدس في قلب إناس عديدين، لقد أوجدت منذ بدايتها أوجه عديدة وطرق كرازة مختلفة تلائم كل منها الثقافة والعادات المتنوعة. دعوة المسيحية منذ نشأتها هي دعوة التعدد، هي دعوة التعدد، هكذا يقول بولس رائد المسيحية المستقلة. بولس هو أحد أفراد جماعة تدين لها المسيحية بوجودها، لأنه تحول في ذاكرتها المسيحية إلى مؤسسها
ومن المستحيل أن تتكلم عن المسيحية منذ اللحظة التي فيها انقطعت الروابط بينها وبين اليهودية الذي حدث كما سبق وقلنا بعد سقوط أورشليم عام 70 ميلادية. لقد قاومت المسيحية رفض اليهودية لها كما يشهد بذلك إنجيل متى، ولكنها لم تستطع أن تتصدى له، واحتاجت أن تكون ملامحها أن تكون ملامح الخاصة، ومن كان يستطيع أن يمنحها هذه الملامح سوى مسيحية بولس، أي مسيحية الخاصة ببولس التي تعود على الحياة بدون التوراة. اكتشف المسيحية في بولس رائدة استقلالها عن اليهودية، استقلال تام عن القديم والجديد، عن العهد القديم، وأصبح العهد الجديد منفصل تماما بينهما، هما مجتمعان في كتاب واحد فيما بعد، و يقال انهما مرتبطان ببعضهما البعض، يكمل كل منهما الاخر، ونما كلمه الله المتصله منذ الاف السنين على يد موسى ثم الانبياء الكبار ثم الانبياء الصغار ثم الاناجيل ثم اعمال الرسل ثم رسائل بولس ثم رسائل يوحنا اللاهوتي، وهي الرسائل التي اشبه بالمنامات التي كان يمكن تفسيرها تفسيرات كثيره وعديده. يضيف أيضا أن بولس الذي يعتبر في حياته أصولية متشددا أضر بالعلاقات الحسنة بين جماعة المسيحيين الصغيرة وبين جمهور اليهودية الكبير، وأصبح الآن منظرا نبويا للانفصال الحتمي، أي منظرا نبويا، أي كان متنبيا أيضا كما قلنا عمر المتنبي وبولس الرسول في التعريف، هنا يعيدنا أيضا لنفس التعريف. وعندما أعيدت قراءة رسالته التي جمعت في نهاية القرن الأول، رسالة بطرس الثانية بالعدد في صح 3 العدد 16، اعتبر مؤسس المسيحية المستقلة بولس، اعتبر مؤسسا للمسيحية المستقلة. لقد اثبت التاريخ صحة وجهة نظر بولس كما جاء في نفس المرجع صفحة 93. يضيف مارجيورا ان الاشارات الاولى نجدها في الصورة التي رسمها له سفر اعمال الرسل، اي الصورة التي رسمها سفر اعمال الرسل لبولس ابتداء من عام 80 ميلادية، وترجع إلى نفس الفترة الزمنية رسائل كتبها على الأرجح تلاميذه لا هو، مثل رسائل كولوسي وأفسس ورسالة تيموثاوس ورسالة تيتوس، وقابلتهما الكنائس باحترام شديد رغم أنهما ليسا من بولس، ولكنهما أضيف ضمن الوحي وضمن الكتاب المقدس ضمن العهد الجديد، رغم أن لم يكتبهما بولس وإنما كتبهما على الأصح وعلى الأرجح كما يقول هنا المفكر اللاهوتي والعالم مارجيورا هما تلاميذ بولس. وقد أصبح بولس فجأة معلم التفكير لغالبية المسيحيين، ويلاحظ أن تمجيد بولس رسول الأمم يوحي بتعميق اتجاه الانفصال عن اليهودية، في حين أن بولس أراد الاحتفاظ بتقليد بني إسرائيل كما يحدث غالبا، فهم قرأوا ما كان يناسب زمنهم وبذلك أخلوا باتزان فكره وشوهوه. تناقض كثير، أن دائما يقال أن بولس فصل اليهودية عن المسيحية الجديدة التي أسسها، ومع ذلك هناك أيضا من يقول في حين أراد أن بولس أراد الاحتفاظ بتقليد بني إسرائيل، لا أعرف كيف احتفظ بتقليد بني إسرائيل بينما هو تحلل تماما من هذا التقليد. أمانة بولس ليسوع، هذا عنوان الفقرة، تقول أولا يعرف كل قارئ العهد الجديد أن الأناجيل والرسائل عالمان مختلفان عن بعضهما تماما، يتناول كلاهما يسوع المسيح، ولكن أي بون شاسع بينهما. أنا قلت ذلك من قبل، ليس مارجيورا اليهود، لكن قلت لكم أن هناك فرق ضخم بين ما جاء في الأناجيل وما جاء في الرسائل بولس. تروي الأناجيل من وجهتها أعمال يسوع وتنقلاته وتعليمه وعلاقاته بالناس وأخيرا موته أو صلبه وسر قيامته. قلت لكم هذا أشبه بالبيوغرافي، أي قصة حياته وسيرة ذاتية للمسيح. أما بولس فإنه لا يذكر أي شيء لا عن حياة يسوع ولا عن أعماله ولقاءاته بل عن أمه، لم يذكر كلمة واحدة عن مريم باستثناء وحيد كلمات العشاء الأخير في كورنثوس الأولى الإصحاح 11 عدد 23 إلى 25. حتى هنا يذكر بولس تقريرا تقصيا أنه لا يتكلم عن تعليم إلا في مواضع ثلاثة عن كلمة الرب في كورنثوس الإصحاح 7 بعدد من 10 إلى 14، وتسالونيك الأولى صح 14
تكنولوجي 14 لساعة 4 4، والأعداد من 15 إلى 17، وهي لا تطابق بدقة ما نعرفه عن ذلك من الأنجيل. أي هناك ليس هناك تطابق بين ما قاله بولس وبين ما جاء في الأناجيل، هناك اختلاف حتى في ما ذكره وما تشابه مع ما جاء في الأناجيل فيما يخص العشاء الأخير. إنه يذكر فقط موت يسوع وقيامته، وكثيرا ما يذكرهما كحدث مصمت لا يروي عنه أي تفاصيل. يا لها من مفاجأة أن تكتشف أن بولس يقل من ذكر ما تعتبر الأنجيل مضمون الإيمان، ألا وهو حياة وكلمات ابن الله يسوع المسيح كما ورد في الأناجيل. هل الذي يهم بولس هو يسوع الميت أم يسوع الحي الذي كان يمشي ويعيش ويأكل ويتحرك ويتكلم مع الناس؟ يمكن الرد على ذلك بأن الكنائس التي كانت ملمة بحياة يسوع عفوا، وأنه كان لديها بعض الأناجيل قبل أن يتم تحرير الأناجيل الكبرى. حتى إذا أخذنا هذا بعين الاعتبار مضيفين أن بولس كتب رسائله عندما دعت الحاجة لحل مشكلة أو توضيح أمر معين، إلى أنه يظل غريبا ومثيرا للدهشة ألا يتعرض في حل المشاكل ليسوع الأرضي بشحمه ولحمه. أنا قلت من ذلك أنه يتبنى يسوعا افتراضيا. يجب الإقرار بأن هذا شيء ناتج عن تعددية المسيحية التي ذكرناها. قامت المسيحية مثل نشأتها على عمودين مختلفين، عمود يقوم في الأمانة ليسوع ممن يحفظون كلمات يسوع في الأناجيل، ويرتكز العمود الثاني على الإيمان بالصليب والقيامة. أما الكرازة فقد انقسمت لقسمين، متى ومرقس. لوقا ويوحنا هما الذين نقلوا كلمة يسوع، أما بولس كان للكرازة اللاهوتية المركزة على موت يسوع وقيامته فقط. الصورة الأخرى التي تريد أن تعرفها عن المسيح خذها من الأناجيل الأخرى، متى ومرقس ولوقا ويوحنا. أما بولس كان مركزا على الكرازة اللاهوتية، على الموت، موت يسوع وقيامته، حيث يتحقق مخطط الله. ويضيف أيضا العالم الجيورا صفحة 95، يمكن تفسير تركيز بولس على الكرازة بسهولة شديدة، إنه لم يعيش بولس يسوع النصيري بل تراءى يسوع له بعد قيامته. طبعا النصيري، قلت لكم أن كلمة النصيري غير دقيقة، لأنه من علم التراث أن مدينة النصرة أسست بعد وفاة المسيح أو بعد اختفاء المسيح ب 400 عام تقريبا. بولس نقل رسالة يسوع. ترتكز مهمة بولس على نقطتين مركزيتين بخصوص يسوع. النقطة الأولى هي أساس الرسالة ذاتها. الحدث الأساسي في رسالة يسوع هو ملكوت الله الذي اقترب بوجود يسوع ذاته. أما مركز الرسالة عند بولس فهو التبرير بالإيمان، والتبرير بالإيمان هو نقل أمين لملكوت الله. من وجهة نظري قلت لكم أن ملكوت الله يعني الرسالة الأخيرة، النبي الأخير، يعني النبي الذي ورد ذكره في العهد القديم هو ملكوت الله الحقيقي، سواء كان محمدا فالآن مرت أكثر من 1500 عام ولم يدعي أحد أنه النبي الأخير الذي ورد في هذا في هذه الأسفار، سفر إشعياء وسفر التثنية وتثنية الاشتراع، وفي أكثر من سفر جاء فيهم ذكر للنبي الأخير ومواصفاته، بل مواصفات المكان الذي ولد فيه ومواصفات بعض من زوجاته، إذ يقال أنه زوجتين قد من زوجاته أبناء لملكين أبو بكر وعمر. وأيضا تكلمت عن الحرم، وتكلمت آيات في العهد القديم عن مكة وعن بئر زمزم. سوف تكون محل دراسة أخرى سوف نعرضها عليكم، وهو موضوع شيق جدا أن تعرف من النبي حزقيال كيف زار الكعبة وكيف نزل إلى بئر زمزم في أعماق كان نهرا تحت الأرض، وشاهده وصف المسجد النبوي، ووصف أشياء كثيرة عن الكعبة وأشياء أخرى تم التنبؤ بها.
نقول تركز مهمة بولس على نقطتين مركزيتين بخصوص يسوع. النقطة الأولى هي أساس الرسالة ذاتها. الحدث الأساسي في رسالة يسوع هو ملكوت الله الذي اقترب بوجود يسوع ذاته. أما مركز الرسالة عند بولس فهو التبرير بالإيمان، وتبرير الإيمان هو نقل الأمين لملكوت الله. وبرغم عدم ورود أي عبارات عن ملكوت الله في نصوص بولس، لكن هذا لا يعني غياب الفكرة عنه. هناك تناسق سيمتري بين يسوع وبولس قوي جدا. لا أعرف كيف يكون هناك تناسق سيمتري كما يقول الباحث اللاهوتي. أنا أرى اختلاف شديد بينهما. وأن طريقة معالجة يسوع وبولس للمجال الأخلاقي متشابهة. وهذه النقطة الثانية، وتعرف بأن تعليم يسوع الأخلاقي يتركز في موعظته على الجبل، مثل عدم جرح الآخرين والاتهام بتقديم الخد الآخر وحب الأعداء والصلاة لأجل المضطهدين. ورد ذلك في متى الإصحاح الخامس الأعداد من 21 إلى 48. إنه تعليم التفوق الذي يترجم إرادة الله في حياة الإنسان اليومية. لا أعرف كيف اتفق بولس مع هذا وهو ليس له تعليمات تشابه هذه التعليمات التي تمت في موعظة الجبل. ما يختصر بولس شريعة المسيح في حب الآخر، حيث يقوم تعليم بولس الأخلاقي في إتاحة مجال استقبال الآخر. راجع رسالة كورنثوس الأولى الإصحاح 13 والأعداد من 2 إلى 3. نستطيع المرأة أن يعمل ولا يكون شيئا. لقد اختبر بولس هذا الأمر، فقد يصل الإنسان إلى البطولة الدينية ثم يجد ذاته صفر اليدين، حيث أن أمر الاختيار بين الحب والإيمان لا وجود له. والحب في تعليم بولس بسيط للغاية كما هو في تعليم يسوع، أي أنه شيء واحد. ولكن الأمر مختلف، وأنا أختلف مع هذا النص تماما. وسوف في رسالة أخرى أو هناك إذا كان هناك تنقيح للبحث سوف أضيف وجهة نظر أخرى. أنا أردت هنا أن أضع وجهة نظري لأنني كنت أجد حرجا وحساسية في هذا البحث حين كان في صورته الأولى عام 2008. لم أكن أريد أن أعلق بقسوة على النص حتى لا أتهم بإزدراء الأديان، ولكن لا مندوح أن يكون هذا الأمر موجودا في الدراسات القادمة. وأرى أن الحب في تعليم بولس رغم أنه بسيط للغاية ليس هو كما في تعليم يسوع المسيح. ورد ذلك في رسالة كورنثوس الأولى العدد في الإصحاح 13 الأعداد من 4 إلى 7. وأصحابكم مع إن شاء الله في الحلقة المقبلة لنسبح مع عمر بن الخطاب ذي السمة النبوية عند أهل الأكثرية والسقيفة أو ما يعرف بأهل السنة والجماعة، حينما نرى كيف كان عمر بن الخطاب رفعه كثير من المسلمين إلى مصف ما يقرب من الأنبياء، وأعطي سمة المتنبي أو النبي أو شبه النبي، وهي التي قامت عليها جزء كبير من البحث، وهو فصل في غاية الأهمية. أتمنى أن تكونوا متابعين لنا في الحلقة القادمة لنسبح في هذا المجال، لعلنا نعطيه حقه من البحث والدراسة والدراية. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأتمنى أن أراكم على خير. أترككم في سلام الله. السلام عليكم ورحمة الله.